ومن معبر الجلمي ينضم الي مراسل اي 24 نيوز عبد الكريم الطيناوي، مرحبا بك. وكما ينضم الي عبر خدمه الهاتف من قطاع غزه سهيل ناصر المختص بالشؤون الفلسطينيه، مرحبا بك. بدايه نتحول اليك عبد الكريم، ضعنا في اخر التطورات بعد العمليه التي حصلت اليوم في مدينه جنين. مرحبا أدهم. نعم، نحن نقف يعني بالقرب من جنين، مسرح أحداث اليوم، ونشهد أيضا هنا تعزيزات أمنية كثيفة للجيش الإسرائيلي تحسبا لأي رد يقوم به الفصائل الفلسطينية للعملية التي تمت صبيحة اليوم في جنين، والتي عودة كما ذكرتم في التقرير بعشرة يعني بحياة 10 أشخاص، بينهم امرأة مسنة، وكذلك 20 جريحا، 4 حالات منهم خطرة. أيضا أدهم، يعني قبل قليل كان هنالك اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الكابينت، وأسفرت يعني الاجتماع عن تعزيز لقوات الجيش بكتيبة كاملة هنا في جنين وفي المناطق المحاذية للضفة الغربية، تحسبا لأي عملية يعني تقوم به السلطات أو الفصائل الفلسطينية. وكذلك يعني هناك تبريكات من تبريكات من وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير، وكذلك من مفوض الشرطه للاجهزه الامنيه وللجيش بهذه العمليه التي اسموها عمليه ناجحه ونتائجها كانت مشرفه، وفقا لبيان مشترك بين الجيش وكذلك الشباك. نعم عبد الكريم الطيناوي مراسل اي 24 نيوز، اشكرك جزيل الشكر. اذا اسرائيل يعني ترفع حاله التاهب تحسبا لاي مواجهات قد تكون من قبل الفصائل الفلسطينيه ايضا في العمق الاسرائيلي. سهيل ناصر، يعني ضعنا في اخر التطورات الحاصله في قطاع غزه بعد توجيه الفصائل الفلسطينيه رسائل تحذير لاسرائيل. يعني الوضع مشحون صراحه في قطاع غزه، في حاله هناك من الترقب ما بين الفصائل الفلسطينيه وحاله من التهديدات التي اطلقتها الفصائل الفلسطينيه وخاصه الجهاد الاسلامي. الجانب المصري يعني منذ صباح اليوم يبذل جهودا جباره من اجل احتواء الموقف والا تتصاعد الامور حتى لا تنجر الى تصعيد ما بين قطاع غزه والجانب الاسرائيلي. هناك يعني واضح بان هناك حاجه امنيه اسرائيليه لتنفيذ هذه العمليه، والتي ربما ادت الى تاجيج الموقف حاله من ايضا السلطه الفلسطينيه. بعض التقارير تتحدث بانها قد ابلغت الجانب الاسرائيلي بانها اوقفت التنسيق الامني بشكل كامل. نعم، يعني هناك حديث عن سؤال، هناك حديث عن اشتباكات اللي عند الحدود. نعم، الاسرائيليه. نعم، يعني ضعنا في التفاصيل. هي تاتي في رد الفعل، رد الفعل الفوري على احداث جنين، خاصه ان حركه حماس والجهاد الاسلامي تحدثوا بشكل واضح بان بضروره التعبير عن حاله من الغضب، ربما من خلال التضامن، وربما ايضا هناك حاله من القلق لدى الاجهزه الامنيه الاسرائيليه بان يكون هناك ردا من قطاع غزه كاطلاق قذائف صاروخيه. وبالتالي اذا ما نجحت الجهود المصريه في احتواء الموقف، اعتقد ستكون هناك ربما توجيها كما اعلنت الفصائل قبل ذلك، سؤال يكون حاله من التصعيد. سؤال يعني هل السؤال يعني كان هناك قواعد اشتباك بين الفصائل الفلسطينيه واسرائيل في السنوات الاخيره، واليوم بعد العمليه هل فعلا الفصائل الفلسطينيه معنيه بعوده يعني الاشتباك او لربما فتح جوله جديده مع اسرائيل؟ يعني انا اعتقد في هذا الاطار ربما ما يغير السياسه، وربما يغير سياسه الاشتباك المعطيات التي تجري في الميدان، ما يحدث وما تقوم به وما يقوم به الجيش الاسرائيلي في مناطق الضفه الغربيه لم تسقط عنه الفصائل، وكانت رسائل حركه حماس والجهاد الاسلامي واضحه، حتى زياد النخاله واسماعيل هنيه تحدث بشكل واضح بان كل الاراضي الفلسطينيه قطعه واحده وغزه ليست في معزل عن هذا الامر، وبالتالي من المتوقع ربما قد يكون هناك اطلاق محدود لبعض القذائف الصاروخيه في اطار الا تنجر الامور الى تصعيد، ولكن كنوع من الرد وكنوع بشكل او باخر على ارسال رساله للجانب الاسرائيلي بان جنين وغزه هي على مقربة واحدة وعلى مسافة واحدة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي الفلسطيني والمختص بشؤون الفلسطينية سهيل ناصر، كنت معنا من قطاع غزة.